مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم بتتابعوا الحلقة عبر الام تي في. اليوم كنت عم بسأل بموضوع تسجيل اشياء، اذا اجنبي بيقدر اذا اشترى شقة بلبنان يسجلها. قالوا لي ايه بيقدر يسجلها، وسألت انه في شيء جديد على صعيد اليوم العقارات على صعيد المالية؟ قال ايه في شيء جديد، ممكن تتخفض بعض الضرائب والرسوم بالموازنة. قلت له ان شاء الله هذا بيكون احلى خبر عند اللبنانيين، لانه دائما اخذين الفكره وعم نلمس مرات انه دائما في ارتفاع ولا مره في تخفيض. فنحن اليوم قبل بكره بدنا تخفيض، بلكي هيك العجله بتمشي اكثر وبصير في حركه اكثر وبركه اكثر. معلومه. بمعلومتنا لليوم، صدر عن المديريه العامه لقوى الامن الداخلي شعبه العلاقات العامه بلاغ بيقول رح يقوم فريق اشغال تابع لشركه كهرباء لبنان بحفر حفرة لتصليح كابل الكهرباء بمحلة أنطلياس على أقصى يسار المسلك الشرقي للأوتوستراد، يعني مقابل محطة البنزين، اعتبارا من الساعة 6 وحتى الانتهاء من تاريخ 15 حزيران 2019. بيتم أخذ مسرب من الطريق على أن تبقى الطريق سلكة أمام حركة السير، يعني رح تضيق شوي الطريق، مفروض أنه ننتبه لها. فطبعا على كل المواطنين أخذ العلم التقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم ولافتات السير التوجيهية الموضوعة بالمكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للإزدحام. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، وإذا بعدنا في حدا على الخط كمان بدي أقول أنه وزير البيئة فادي جريساتي وجه كتاب لنقابة أصحاب السوبر ماركت بلبنان، طلب فيهم التعميم على كل السوبر ماركت ضروري توفير الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال خلال فترة ما بتتعدى 3 أشهر وتشجيع الزبائن على استخدامها. يعني هيدا بنكون كتير عم نوفر على البيئة. طبعا احنا بنتمنى تتعمم مش بس على السوبر ماركت، على الدكاكين وعلى كل وعام اكيد محلات الخضره كمان، لانه شغله اساسيه. هلا بدول برا كلنا بنعرف صارت موجوده، وحتى برا بياخذوا الكيس اللي هو من القماش وبيشتروا فيه بحطوا فيه وبياخذوه، يعني ما بياخذوا كيس بلاستيك اطلاقا. وفي ناس كمان بتبيع الكيس. هلا نحن ما رح نوصل لمرحله بيع الكيس، بقدر يمكن مره واحده اذا واحد اشترى كيس كبير وهيك بصير ياخده معه، كيس بيبقى من القماش اللي بضاين. وعلى كل حال ناطرين هالخطوه وان شاء الله بنعمل عنا شيء يعني على الاكيد. اتصالكم على 04-444-444. باخذ اول اتصال لليوم. الو. الو، صباح الخير ست ريبيكا. صباح النور، اهلا. معك الدكتور تربي، منير تربي. بعتذر امبارح ما كنت على السمع، اليوم بدي احكي معك. بس قبل كل شيء بدي اقول لك نحن كثير 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 ممنونينك شخصيا وممنونيك للام تي في لهالسرعه اللي عملتوا لنا فيها، لبيتوا لنا فيها طلبنا. بلشوا بالتصفيق الاثنين، بلشوا بالتصفيق، حضرتك وعدتينا الاثنين بلشوا بالتصفيق والجمعه كلها رح يزفتوا فيها. وانا بقول لك بس اعجابي فيك شخصيا وبالام تي في، لانه ما في حدا الا شاف الام تي في وقال لي شو اسمه شجعني على الحكي معك حتى نتابع القضيه المهمه بالنسبه للضيعه. بقى بدنا من قبلك تشكري لي جورج معوض والاستاذ انطوان برمكي مدير المشروع، وتقولي لهم انه نحن كثير ممنونين، ما بدنا يكون شو اسمه نحن عم بيشتغلوا لضيعتنا، بس بده شوي يرحموا اعصابنا. بالعكس، انا بدي اشكرك وبدي اشكرهم يعني كمان، لانه بالنتيجه المتعهد بهمه دائما اسمه، بهمه كمان انه دائما يسلم طريق ضمن المواصفات. مشكله المتعهدين مثل ما قلت دكتور انه لما بفوتوا بمشروع على اساس تمويله جاهز، بفوتوا بالمشروع ببلش يوقف التمويل. طب ما هيدي كمان في عندهم هن التزامات، لو التمويل ماشي من اول مشروع لاخره بعتقد ضمن المهل بيكون كثير منيح، ولكن للاسف المتعهدين عندهم مبالغ كبيره اليوم مع الدوله اللبنانيه، ويلهم انه يقوموا بالمشروع، ويلهم كمان لان عندهم مصاريف غير العاملين العمال اللي معهم، عندهم كمان مصاريف صيانه وغيره. على حال بدي اشكر مسيو معوض ومسيو بربكي، بدي اشكر ثقتكم اكيد بالام تي في، واكيد نحن بدنا كل الطرقات تتزفت تكون سالكه وامنه
خصوصا مع بداية الصيف حتى نتمتع أكثر بالسياحة الداخلية ونتعرف أكثر على كل معالم السياحية بلبنان ومنها تنورين. دكتور باخد اتصال. ألو. ألو. أهلا. معك سمير عاشور من مزبوط. إيه أهلا. أهلا. أنا ما حكيت معك من مش شهرين. بأي موضوع؟ موضوع مشان التو قدمت رشدة وزارة الصحة وقدمت رشدة جديدة. لأقول لك شغلة. سياسة معالي الوزير الجديدة والله صراحة أنا ما عم بقدر أتواصل مع إدارته لمعالي الوزير جبق. هلأ ما بعرف بالنسبة للأمراض المزمنة، بعرف إنه إذا كان في مش موجود الدواء قالوا لي بيقدروا يسألوا طبيبهم عن الدواء المتوفر هو جينيك ولا غيره. هلأ يلي كان عم ياخد باستمرار مثل حضرتك، هيدي السياسة بيعتمدها الوزير، ما بعرف إذا ما اعتمدها بإكمال هالسياسة هيدي، إنه أي إنسان بحاجة لدواء مستمر عم بتأمن له إياه الوزارة بغض النظر إذا كان مزمن ولا، لأنه المزمن بده ينزل مرات على الكارانتينا. بس بعرف إنه في أدوية بتأمنها الوزارة للمواطنين للمرضى اللي ما عندهم بشكل تلقائي، ما بعرف إذا سياسة الوزير الحالية مكملة بهذا المشروع صراحة. أنا حاولت عدة مرات الاتصال مع مدير مكتبه ومع مستشاره الإعلامي، صدقني كل الوقت خطوطهم مشغولة، ما يعني ما عم بقدر ألقطهم أبدا للأسف. إن شاء الله هلأ يكون حدا منهم عم يسمعنا، وإذا عنده جواب أنا بكون حاضرة أعطيه على الهواء وأعطيك يا مسيو. كمان اتصال. ألو. 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 نقطع الخط. بمتابعتنا بموضوع المي خصوصا امبارح حكيونا من ظهر الأحمر رشية، حكيونا من الفاكهة ببعلبك. صراحة في مناطق مؤسسة مياه البقاع هي مسؤولة عنها، صحيح هي مسؤولة عن التوزيع وعن المي وكل شيء، ولكن في مناطق ما عم تلتزم بدفع ما عليها لمؤسسة المياه. يعني ما بدي أقول فات على حسابها، بس بدي أقول أنه عم تاخذ المي وما عم تدفع التعرف السنوية، مش معناته أنه المؤسسة هاملة الموضوع بقدر ما عم بتحاول مع البلديات ومع المرجعيات ومع الفعاليات بهالمناطق أنه تنظم أكيد موضوع الفواتير، موضوع الرسوم المي السنوية، حتى كمان إذا في من صيانة يكون دايما في مبالغ مأمنة كرمال الصيانة وتصليح أعطال وغيره. هلأ أنا موعود يجاوبوني بهالمنطقة لا ما عم تجي المي بانتظام، لأنه ظاهر في مرات ما عم تجي المي. وشغلة تانية كمان، يعني الواحد بده يدفع حق عيار المي حتى كمان ينال الخدمة. بتمنى على كل المناطق اللي ما عم تدفع انه تدفع حتى تنال الخدمة، وحتى تصير اذا دفعت تقدر تحاسب كمان المؤسسة انه اعطيتينا مي او ما اعطيتينا. هلا في مناطق بالبقاع للاسف بتاخذ الكهرباء لمحطاتها من كهرباء لبنان، واكيد هي ضمن التأنين الكهربائي، يعني كهرباء زحلة كانت عم بتأمن مصادر مي زحلة وضواحيها ضمن نطاقها، ماشي الامور تمام. المناطق الثانية اللي هي كهرباء لبنان هي خاض على التأنين مثل المشتركين، من هيك كمان في تأخير بتوزيع المي لأنه كمان بدها كهرباء للضخ. باخد اتصال. ألو. 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 بونجور. تفضل. نعم. عم بسمعك. بسمعيني؟ ايه نعم. نعم بدي اتشكى كرمال المصرية. كرمال؟ كرمال شو؟ مسيو كرمال شو؟ قطع الخط. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في. باخذ اتصال جديد. الو. الو. مرحبا. 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 أهلا. كيفك؟ منيحة. بدي أسأل الأستاذ العربي بين كحيري وبحمدون. إيه. أنت ببلش. أوه. الاسم لكيت. الاسم لكيت. ما هو يبلش بس بعد ما كملوه، ما استكملوه، هو مبلش.
بلشنا من الكحيله بحمدون بعد ما لا بلش. لا ما هيدي الشقفه من الكحيله بحمدون واقفه هونيك هلا بعدها. ما بعرف لاي متى ما بعرف لاي متى لانه وقتها كان في اشكالات عليها كان في رفض. بدي اسالك شو عاد صار فيه؟ شو انت عندك هونيك استملاك؟ عندي شعبتين ثلاثة ارض موقفهم ما فيها عمل شيء فيهم. ايه اوكي بسالك يعني اذا رح يكملوه ما رح يكملوه لانه بوقتها وقفوا المشروع لانه كان في يعني كيف تنقسم الكحاله اثنين كان في اعتراضات وغيره. مزبوط 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 غيروا التخطيط تبعهم تبع الكحاله عملوا تخطيط جديد بس الرئيس الجمهوري بعد ما امضى. نعم بدي انه بدي اسال الماء والاعمار عن هذا المشروع وين صار وكيف بجاوبك. اوكي اهلا وسهلا فيك. بموضوع المي ببجي قسم بياخذ يعني الخزان موجود القسم بياخذ من عبيدات وعبيدات شامات فوق. اللي عم بيصير انه السنه ما رح يقدروا قال يعطوهم مي والسبب انه مياه بيروت وجبل لبنان عم بتزبط السكوره تبع المي وصيانه السكوره هي الظاهر انه صار فيها اشكاليه او ما زبطت او شيء من هالنوع رح يحرموا قسم من الناس انه السنه ما ياخذ مي. حاولوا يتصلوا بالمؤسسه وحكوا مع كثير ناس يعني ما فينا نقعد بلا مي لا قاطعين المي عنا كان هذا السبب. وعم يسالوا انه معقول يقعدوا بلا مي يعني هيدا سؤال طبعا برسم قسم مياه بيروت جبل لبنان لنعرف كيف بدها تتأمن لهم مي الخزان فوقهم والمي بتقطع من حدهم ولكن ما رح يعطوهم مي. وين رايحة المي كيف عم بتصير هيدا سؤال أكيد أنا رح أطرحه على مدير عام المؤسسة لنشوف شو بدنا نجاوب هالناس. باخد اتصال. ألو 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 تفضل. إيه معك عصام زيدان. اهلا مستر زيدان. انا البرنامج بيعجبني. نعم في موضوع مهم كثير. نعم احنا بننتخب نواب بلبنان. ايه. نعم عن كل منطقه لحتى النواب يهتموا بامور الشعب. نعم والمنطقه اللي هن بينتخبوا عنها. نعم هلا ليش النواب هيدالي بس يطلعوا على النيابه ما بقى بينسوا كل شيء ما بيجوا بيهتموا بمناطقهم. نحن النواب هيدار عم ياخذوا معاشاتهم من الشعب. نعم. منا نحن من منك ومن من كل واحد. نتمنى على على البرنامج يحرهم شوي النواب ويجوا على كل منطقه على كل قريه على كل محل وشوفوا شو المطالب اللي المنطقه اللي بدها اياها والقريه اللي بدها اياها ويسجلوها وينفذوا قد ما فيهم منها. هذا واحد. اثنين الوزراء. وزراء شو يعني وزراء؟ الوزير هو لينفذ مطالب الناس. كمان نفس الشيء بياخذ معاشاته وتعويضاته وكل شيء وعايش ببيته على حسابنا نحن. هيدالي الوزراء والنواب والمسؤولين تبع شو؟ بتمنى من فخامة الرئيس اللي هو أب اللبنانيين وأب لبنان يهتموا فينا شوي. ما بيجوز إنه كل شغلة صغيرة أو كبيرة نجي نتمنى من الوزير أو من النائب أو من المحافظ أو من رئيس بلدية ينفذن إياها. بتمنى منهم ينزلوا على الأرض ويختلطوا بالناس ويشوفوا شو مطالبهم لأنه هذا ما بيجوز هيك. نحن نجي مثل الشحاذين نطلب نحن عم ندفع كل مطالب الدولة وحقوقها اللي علينا. أنا ممنوني. أنا بدي أشكرك لأنه لو كان كل إنسان منهم بيعمل واجباته يمكن أنا ماني قاعدة بهالبرنامج هون عم بسمعك. هيدي بختصر لك إياها لأنه بيجوا من رحم طبعا مجتمعاتهم بيعرفوا شو حاجاتها بيقطعوا على الطرقات بيعرفوا بالكهرباء بيعرفوا بكتير أمور ولكن للأسف ما بعرف شو بيصير. على كل حال البحث السلة بنرجع بنحكي بالموضوع لأنه انتهى الوقت. البرنامج بدي أوقف مع صورة اليوم.
هيدي الصورة ببصليم، ولدين يعني طالعين من السيارة بهالطريقة هيدي، إذا سيارة تانية عم بتضوي بتاخذ لهم إيديهم اثنيناتهم للولاد. ما بعرف إذا شرطة البلدية ببصليم تنتبه شوي لهالموضوع، هي الأهل أول شيء انتباه للأهل، بس بلكي كمان شرطة البلدية بيلفتوا نظر السائق، بلكي بيكونوا سألانين عن أولادهم أكثر. هيدي الصورة مش لازم نشوفها. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.